الفارس سيف الله سعيد وموج البحر من مدرسة المغيرات اجتاز الحواجز بدون أخطاء بزمن 44 ثانية و 66% من الثانية. مجموع أخطاء الفارس 4 أخطاء و 59 جزء من الخطأ. الآن مع الفارس محمد الجامعي وحلوة صبراتة من مدرسة الفارس يتفضل ويستعد كل من أحمد حميدة وعبد العزيز عبد الباقي. محمد الجامعي وحلوة حميدة من مدرسة الفارس اجتاز الحواجز بأربعة أخطاء وبزمن 42 ثانية و 25% من الثانية. مجموع أخطاء الفارس 7 أخطاء و 72 جزء من الخطأ. أما الآن مع الفارس أحمد حميدة وبسمة من نادي الأصيل يتفضل ويستعد كل من عبد العزيز عبد الباقي ومعتز الخماس. الفارس أحمد حميدة وبسمة من نادي الأصيل اجتاز الحواجز بأربعة أخطاء وبزمن 44 ثانية و 56% من الثانية. مجموع أخطاء الفارس 7 أخطاء و 69 جزء من الخطأ. الآن مع الفارس عبد العزيز عبد الباقي وفتان من مدرسة مصراتة يتفضل ويستعد كل من معتز الخماس وسهيب منصور.
فارس عبد العزيز عبد الباقي وفتان من مدرسة مصراتة اجتاز الحواجز بأربعة أخطاء وبزمن 41 ثانية و 81% من الثانية، وبالتالي مجموع الأخطاء 7 أخطاء و6 أجزاء من الخطأ. الآن مع الفارس معتز الخماس وحلوة صبراتة من مدرسة الفارس بصبراتة يتفضل، ويستعد كل من سهيل منصور وعلي المرادي. الفارس معتز الخماس وحلوة صبراتة من مدرسة الفارس بصبراتة اجتاز الحواجز بدون أخطاء وبزمن 38 ثانية و 35% من الثانية، مجموع الأخطاء 3 أخطاء و 39 جزء من الخطأ. الآن مع الفارس صهيب منصور والمر من مدرسة المغيرات يتفضل، ويستعد كل من علي المرادي وحمزة المدني. الفارس صهيب منصور والمر من مدرسة المغيرات اجتاز الحواجز بدون أخطاء وبزمن 40 ثانية و 47% من الثانية، مجموع أخطاء الفارس 3 أخطاء و 28 جزء من الخطأ. أما الآن مع الفارس علي المرادي وفايز من مدرسة المغيرات يتفضل، ويستعد كل من حمزة المدني وعمر عامر. Come on.
الفارس علي المرادي وفايز من مدرسة المغيرات، اجتاز الحواجز بدون أخطاء وبزمن 44 ثانية و 22% من الثانية. مجموع أخطاء الفارس 3 أخطاء و 9 أجزاء من الخطأ. أما الآن مع الفارس حمزة المدني وزرقاني أمامه من مدرسة القادسية، يتفضل ويستعد كل من عمر عامر وأيمن البدري. الفارس حمزة المدني وزرقاني أمام مدرسة القادسية، اجتاز الحواجز بثمانية أخطاء وبزمن 55 ثانية و 21% من الثانية. مجموع أخطاء الفارس 10 أخطاء و 81 جزء من الخطأ. الآن مع الفارس عمر عامر ونورة من مدرسة مصراتة، يتفضل ويستعد كل من أيمن البدري وسيف الله سعيد. الفارس استبعد لمساعدات خارجية. معلش يا عمر، كويس. الآن مع الفارس أيمن البدري والبلفور من مدرسة بنغازي، يتفضل ويستعد كل من سيف الله سعيد ومحمد شاكونه.